بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة حسن الزراعة الطفطوح. أولا هنيئا لنا للمنتخب الوطني ديالنا بالإنجاز التاريخي اللي داروا في هذا المونديال، ورتبة المشرفة جدا، مرتبة رقم 4، مشرفة وطنيا ودوليا، وحظ سعيد في المباريات الأخرى. وهنيئا لنا بالأمطار الخير التي تساقطت على بلادنا في الفترة الأخيرة، وهاد الامطار كتشجعنا الحمد لله باش نغرسوا المزروعات ديالنا على السطح او في الحدائق. هذا وقت الزراعه، وبهذه المناسبه غنشارك معكم اليوم 3 الزراعات على السطح في وقت واحد، لان وقت الزراعه هذه ونستغلوه باش ما نضيعوش كل فيديو نديرو فيه زراعه واحده. الزراعه الاولى اللي غادي نديرو ان شاء الله هي زراعه اللفت المكور. ها انتم كتشاهدوا، هذا هو اللفت المدور والمكور. هنا كان فيه لفت طويل، حيدته قصته، والان غنزرعوا هذا اللفت هذا، وغنشاركوا زراعات اخرى ان شاء الله. هما هادو كتشاهدوا امامكم، يلا بقوا معايا باش نشوفوا الطريقه. اولا التربه ديالنا دائما كنزيدوا لها السماد، بعد ما كنحيدوا فيها المغروسات ديالنا والخضر كنزيدوا لها سميتو شويه ديال السماد العضوي، وكنخليوها تشمس تقريبا واحد 3 ايام او 4 ايام، ومن بعد نبداو في الزراعه سواء في الحدائق او في السطح. دابا غنقادو التربه ديالنا على هذا الشكل هذا كتشاهدوا، نستو التربه ديالنا هي مجهزه، نحيدو فيها هذا الشيء اللي باقي نايض. كتلاحظوا بلي هنا كاين شويه الدود، ها هو لاحظوا الدود ديال الارض كتشاهدوا، هذا راه مميز هذا في التربة لأنه كيحلل التربة. خليوه نسكتو التربة ديالنا، بعد ذلك ندير فيها خطوط. ندير خطوط على هذا الشكل، نبعدو بين خط وخط. عندو حدائق يبعد شوية، لأنو تساعد بعد شوية. ها هما الخطوط ديالنا لي كتشاهدو. الآن نمرو البذور، زراعة البذور ديال اللفت. البذور ديال اللفت كتشاهدوه، هو هذا. نحاولو نبعدو بين البذرة والبذرة باش ما يكونش عندنا واحد التكاتف، واحد الاكتضاد في البذور. نحاولوا نبعدوا، ومن بعد اذا كان كثير غادي نقصوا منه في هاد الخطوط هادو. نغطيو التربه، ليش نغطيو بديك التربه خفيفه، نغطيو الخطوط ديالنا نغطيوهم. ثم نسقيو سقي الغمر ونشبعو ليه الماء، ومن بعد نحبسو، مابقاوش نسقيو حتى تجف التربه تماما. الان مرو السقي، وضعوا التاريخ، دائما وضعوا التاريخ. دابا حنا سقينا مزيان، غنمروا للزراعات الاخرين. المشاهدين الكرام، غادي نمروا للزراعات الاخرين. الزراعات ديال البروكولي هو هذا، زرعناهم في هاد القصص. هذا هو البروكولي، الشتلة ديال البروكولي، وهذا ديال الملفوف. الملفوف الاحمر، تشوفوا اللون ديالو ها هو احمر. التربة ديالنا هي جهزناها، وزدنا لها السماد، وغنغرسوهم في هاد الأصول كتشاهدوا أمامكم.
بعد ما كنثقبوهم من التحت كنديروا الثقوب الصرف، تكون الثقوب جيده كتشاهدوا كلهم ثقوبين عندك نفسو، وغادي نملؤوهم في التربه بسم الله. نبداو بالبروكولي، هادو الشتا ديال البروكولي، ندير واحد الحفره الوسط نحاولو نخرجو الشتا ديالنا من الفاصيص. واحد هنا كاينين بزاف ديال البروكوليات، تنغرسو غير وحده، نحاولو نفصلوها على هاد الشكل، نخليو فيها الجذور ونخليو فيها التربه ديالها ونوضعوها داخل الفاصيص. كما نضغطو نخرجو الهواء، نمرو للثانية، واحد التربة ديالها والجذور، ثم نمرو الملفوف الأحمر. نشوف احمر كذلك حتى هو، نحاولوا نفصلوه ثم نمرو للسقي. سقي مزيان، انتهينا من زراعة الملفوف والبروكولي. في هذا الفيديو راه قدمت لكم فيه ثلاث زراعات، الملفوف والبروكولي واللفت، كنتمنى تستافدوا فيه ولو بمعلومة واحدة ان شاء الله، وتغرسوا في المنازل ديالكم. وهذا وقت الزراعة، يلا تحمسوا وغرسوا، ولا كان شي سؤال مرحبا بكم على قناة حسن زراعة الأسطف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الجوافة.